أكمل التجمع الصحي في مكة المكرمة كافة استعداداته لتقديم الخدمات الصحية لموسم الحج هذا العام بعشرة مستشفيات وأكثر من 25 مركزا صحيا، حيث أعلن التجمع الصحي عن جاهزيته باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له لتقديم خدمات طبية متكاملة وعلى أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج. أكثر من 10,500 موظف من التجمع الصحي في مكة المكرمة على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية إلى حجاج بيت الله الحرام وزواره خلال موسم حج هذا العام. التجمع الصحي في مكة بدأ استعداداته من وقت مبكر بعد الانتهاء من أعمال العمرة لهذا العام في التجهيز للتشغيل لموسم الحج. السنة هذه احنا نشارك بعشر مستشفيات ومدينة طبية وعدد اثنين مستشفى بالمنطقة المركزية، مستشفى جهاد الطوارئ ومستشفى الحرم بالساحة الشمالية، بالإضافة إلى عدد 25 مركز صحي موزع داخل مكة المكرمة وخمسة مراكز موسمية بالمنافذ، بالإضافة إلى ثلاث مراكز صحية داخل الحرم. تبلغ السعة السريرية داخل المستشفيات نحو 2700 سرير قابلة للزيادة، إضافة لأكثر من 400 سرير في العناية المركزة، مؤمن لها كادر طبي على مدار الساعة. جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات التجمع الصحي لديها وحدات للتعامل مع الإجهاد الحراري وضربات الشمس هذا العام، بالإضافة إلى مناطق للعزل والفرز التنفسي والتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا. ما في شك أن الدولة سخرت كل الإمكانيات وكل الجهود وكل البرامج ليكون هذا الحج بإذن الله حج آمن صحي سليم. تنسيق مشترك عال ما بين مستشفيات ومراكز التجمع الصحي في مكة وما بين المستشفيات داخل المشاعر المقدسة في حال حدوث حالات مرضية ليسهل نقلها وتقديم الخدمة الصحية بأسرع وقت ممكن. شيماء الزهراني، مكة المكرمة.